السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم باشمهندس مازن. طبعا شرف ليا أسجل مع الباشمهندس ناصر حميد، باشمهندس عصام محمدي. طبعا أول فيديو ليا في القناة. هنتكلم النهاردة عن شرح برنامج التاون موشن، برنامج إخراج ملفات 3D رائع وممتاز. أول حاجة عايزين نعرفها طبعا السيتنج. نيجي مثلا هنا، اختار performances، عندك اليونت سيستم في المتر والانش، الوحدة بتاعتي، نظام الوحدة بتاعي، خليه متر ولا الانش، تايم فورمات 24 ساعة ولا 22 ولا 12 ساعة، دي هتفرق معايا في التوقيت لما اجي اعمل الشمس والكلام ده. الكواليتي طبعا حاجة مهمة جدا، الكواليتي، فبتشوف انت عايز تخرج صورة الكواليتي بتاعها عامل ايه، لو ولا ميديوم ولا هاي ولا. فلو انت عايز اعلى حاجة بآخر واحدة دي، بس معتمد على إمكانيات الجهاز بتاعك وجودة الصورة اللي انت عايز تخرجها. فلو انت الجهاز بتاعك تعبان شوية مش لازم تختار آخر واحدة يعني. بس اوكي، طبعا فينا السهم الصغير ده، طبعا دي المكتبة الرئيسية فيها كل حاجة. طبعا في السهم الصغير الناحية التانية، في الملف، في الحاجات اللي بتيجي في الملف، يعني مثلا دي، مثلا دي، دي اللي هي الأرض، الأرض اللي قدامي دي، البلاط دي، هي أول واحدة دي. ممكن أخفيها، أدوس كده على العين دي أخفيها، هيبقى تاني ترجع، وهكذا. أول حاجة عايزين نتعلمها هنا إزاي نعمل اللاندسكيب، الأرض بتاعتي. نيجي على النقطة دي كده ونخش على اللاندسكيب، نرجع تراجع كده، لاندسكيب لاندسكيب، ونختار حسب انا عايز الارض فلات ولا عايز ارض صخرية، خليها فلات. طيب كده طبعا دي ارض فلات اهي كده. لو دوست هنا على السهم يقول لي انت عندك ارضي، ارض دي والارض دي، فانا ممكن ادلت الارض اللي انا مش عايزها واسيب بس الارض الفلات الخضرا دي. اول حاجه انا في اللاندسكيب دي ان ممكن احفر عن طريق سكلوب. هنا مثلا دي ريز، لو اخترت ريز الديامتر نص القطر بتاعي اخليه مثلا 9، ممكن اكتب الرقم لو انا عايز مثلا ازود، بتدوس هنا وتكتب الرقم اللي انت عايزه، مثلا خليها 5 مثلا، بس انتر، ده نص القطر بتاعي. طبعا دي اللي هي بتعمل زي ما تقول الفعالية او الافكتيف يعني بتاع الحفر، يعني ممكن من لمسة واحدة يحفر حتة عميقة لو زودت الانتنستي، لو قللتها يبقى انت كده، يبقى انت محتاج تدوس كتير عشان يحفر حته صغير، او برضو نفس الكلام حسب انت بتحفر، دي بتحفر لتحت اما دي فبتطلع عضبه لفوق بالشكل ده، وسموث دي بتنعم الحروف والكلام ده حسب الحته اللي انت فيها. يعني انت مثلا واقف على الحته اللي هي على الارض وبعدين رايح ناحيه الجبل، فانت بتنعم مستوى بين الاتنين، يعني لا هي دي ولا هي دي، لا هي تبقى زي الجبل ولا هي تبقى زي الأرض. نويز دي بتعمل زي هضبة، تعلي حتة وتوطي حتة. يرد نفس الكلام، تعلي حتة وتوطي حتة، يعني انت فضلت واقف كده تلاقيها اتعلت حتة ووطت حتة تانية. ونويز بدل عكس موس، تعمل حتة عالية وحتة واطية. اما فلاتن بقى دي في الحته اللي انت واقف فيها بتحولها للحته اللي انت هتروح لها، يعني انت مثلا واقف على الارض المستويه ورحت ناحيه الحفره، فتخلي الحفره تتساوي. مثلا لو انت واقف في الحفره ورحت ناحيه الارض، فتخلي الارض تقفل بنفس مستوى الحفره. يعني عايزين نجربها مثلا على الهضبه، لو انا واقف على الهضبه دي ورحت ناحيه الارض هتعمل ايه؟ تخلي الأرض كلها تتحفر، ترتفع بنفس ارتفاع الهضبة، الأرض كلها ترتفع بنفس ارتفاع الهضبة، يطلع معايا الشكل ده.
تمام. طبعا الشيب هنا ده عايز اشتغل بسيركل ولا اشتغل بسموث سيركل، ده انعم شوية اخف، ولا اشتغل بشكل زي ده شكل عشوائي بيعمل يعني لو مثلا جينا نحفر بيه مثلا او نطلع بيه ده بتلاقي حتة بتطلع وحتة مبتطلعش، وهكذا برضو شكل زي ده حتة بتطلع وحتة مبتطلعش. نرجع للاندسكيب. طبعا انا مثلا شغال في الشغل، مثلا شغال دلوقتي بعمل اي حاجه مثلا، واللاندسكيب ده راحت مني وعايز اجيبها، فاقوم جاي هنا كده واقوم دايس على الفلات، فيقوم مدخلني على طول على السيتنج بتاعتي. تاني حاجه البنت ما استخدمناهاش، البنت دي بتعمل ايه؟ بتلون. يعني انت مثلا الارض دي كلها خضرة، انا عايز اخليها طينيه شويه فمختار دي. طبعا عند الدياميتر برضه تزود الدياميتر نص القطر وتقلله، والسكيل والوبستي الشفافية مثلا اخترنا دي، فتخلي الأرض ايه مزروعة خفيف شوية. ممكن تقلل الوبستي خلي مثلا 30 مثلا، دي كده يبقى يبقى اللي انت هتنفذه الزراعة خفيف ده تبقى خفيف أصلا، مش تبقى تقيلة زي اللي جنبها. بص تبقى دي خفيف، بص الدرجة دي خفيفة ازاي ودي تقيلة ازاي. وهنا الشيب نفس الكلام، سيركل ولا اسمه السيركل ولا الحاجات دي. تمام. لو جينا مثلا اخترنا دي طينة، فمثلا تخلي الحتة كلها طينية، زود الأوبستي عشان تخليها ايه طينية، دي صخرية. الصخرية بقى دي أحسن مكان ليها وأنسب مكان تحت المية، لو انت عامل مثلا ترعة أو أي حاجة أو بير أو أي حاجة، فأحسن حل يبقى تحت فيها مية، تبقى تحت المية يعني. طبعا انا عايز اغير بقى الاشكال دي، يعني هو مفيش الا طينه وصخر وكلام زي ده بس، لا في عامل ايه ان انا باجي في اللاندسكيبس، باجي في الماتيريال، من الماتيريال بختار جراوند، بختار نيتشر طبيعة. ممكن اختار مثلا ان الارض تبقى بالشكل اللي ده، متشقة بالشكل ده، مش هديتها كده حطيتها هنا. هو شغال بالفرشة، اختارها من هنا اهي، وهم عامل فتعمل الدنيا تراب زي كده. ممكن مثلا اختار الارض تبقى عاملة بالشكل ده، تبقى زي ما حضراتكم شايفين كده. ممكن اختارها مثلا سنو تلج، تبقى الدنيا تلج مثلا، لو كملها تبقى الجو تلج. هو برنامج تو مش برنامج ممتاز يعني. دي كده اول حاجة اللاندسكيب، تعمل الارض بتاعتك تظبطها زي ما انت عايز بالشكل اللي انت عايزه. لو عايز اخليها اسفلت مثلا، فاحنا طبعا دخلنا الجراوند دي ازاي، نطلع نجيبها تاني. بتخش على ماتيريالز، بتنزل تختار جراوند، عندك يا اما تختار نيتشر، تختار طبيعة، ارض خضرة، ارض تلج، ارض مش عارف ايه، يا اما تختار ارض صناعية اللي هي اسفلت وهكذا. من دي تختار مثلا اسفلت زي كده، حطها هنا، خلت لك ارض اسفلت وهكذا. ممكن تغير نوع الأسفلت، تغير اللون، تخلي الطوب مثلا زي كده. طبعا هو الراجل اللي حاطط لك صورة جنب المجسم طاف عليه، يحط لك صورة جنبيه بس تبقى عارف الحاجة دي بتعمل ايه. هنا مثلا الصورة دي كان الطوب بلاط زي كده، طب انا حطيته ما بانش معايا ليه السكيل، قال لي السكيل وكبر السكيل بتاعك
هيبقى معاك كل حاجة. يعني خلي مثلا السكيل كبره شوية شوية كمان وهكذا، باين اهو مثلا كده السكيل ده بيكبر الخامة ويصغرها. بس دي أول حاجة، اللاندسكيب حاجة مهمة جدا طبعا، مهمة جدا جدا وتفرق معاك في الشغل. يعني بص احنا عملنا كام خامة في الأرض دلوقتي، دي أول حاجة. تاني حاجة عايزين نتعلمها ازاي اعمل امبورت. اول السهم ده ادوس عليه واختار امبورت واقول اوبن واجيب مثلا ده مثلا مثال العمارة. اوكي طبعا عشان الف الكاميرا كأني بلف اللفة دي كده، بضغط كليك يمين وبحود يمين وشمال زي ما انا عايز. وطبعا البكرة زوم ان وزوم اوت، وطبعا الكيبورد الأسهم يمين وشمال وقدام وورا، بس حركتها بطيئة. تمام. هنا مثلا العمارة دي عايزين نجرب ازاي نعمل لها روتيشن وازاي نعمل لها سكيل، نكبر السكيل ونصغره وازاي نحركها من مكانها وهكذا. هتمسك العمارة مثلا، تمسك القطعة دي تقف هنا على النقطة دي، جابلك الروتيت وجابلك السكيل وجابلك الموف. مثلا نمسك الروتيت ونيجي كده مثلا نلفها كده، دي قطعة قطعة هي بتيجي قطعة قطعة، نلف مثلا دي كده شوية وهكذا. عايزين مثلا نجرب السكيل، تقوم جاي كده بتدوس على تختار وتختار منها سكيل وهكذا، كبر وتصغر. طف دوس هنا، بتفضل دايس هنا شوية بتجيلك القائمة دي فوق، تختار حاجة اللي انت عايزها. موف مثلا تتحرك يمين شمال فوق تحت زي ما انت عايز. تمام. عايزين نجرب ازاي ندي خامة للحاجة دي. طبعا الماتيريال بيك اللي هي دي ماتيريال بيكر، تختارها وتقول وتقف على الحاجة اللي بتاعتك انت عايز تحط لها خامة. تيجي تختار مثلا الكالر، تغير الكالر بتاعك تخليه ازرق اخضر احمر زي ما انت عايز، اصفر مثلا، دوس اوكي. فكده انت غيرت اللون. فممكن واحد يقول طب ما غيرنا اللون دي حاجة عادية، عايزين نديلها خامة. تقول له مثلا اختار مثلا وود من هنا، مثلا اختار خشب ده مثلا حط عليها كده، تيجي في السكيل تقلل السكيل بتاعه او تكبر السكيل بحيث الخامة تبان. تيجي مثلا تغير الخشب ده مثلا تخليه خشب الشكل ده مثلا، حطه هنا، تكبر السكيل تقلل السكيل شوية. الريفليكشن دي زي ما قلنا الضوء يضرب في الحاجة الانعكاس. الكالر طبعا ممكن تغير الكالر هنا عادي مفيش مشاكل. دي كده اتعلمنا ازاي نحط خامة للمجسم بتاعنا ونعمل له امبورت. طبعا مش خامة وود بس، ده ممكن ترجع تلاقي عندك ميتال، عندك خامات كتير جدا. انت مثلا خش ميتال دي اختار مثلا خامة معدن كده وليكن مثلا دي، حطها هنا او تحطها على المجسم نفس الكلام مش تفرق. بتغير السكيل بتاعك زي ما انت عايز، والريفليكشن ممكن تقللها خالص تشيلها خالص تسودها، دي اللي هي للانعكاس. ودي تعرضه للضوء للجو والوزر حسب حالة الطقس، ممكن يبقى مطر يتأثر بيها ولا لأ وهكذا. نتعلم تالت حاجة النهاردة الباص. عايزين نعمل باص المسار، ليكن مثلا مسار أشخاص، فبتيجي هنا تقف على دي تختار كاركتر باص، وتيجي هنا تختار علامة القلم دي ترسم الباص بتاعك.
كليك شمال طبعا، عايز اخلص، خلصت مثلا كده كفاية، ادوس كليك يمين. هنا مثلا لو زمنا شوية عشان الناس دي تبان، اول حاجة انا عندي التايب باص، التايب ده انا مختار نوع الناس اللي ماشية دي، الناس دي جاية منين مثلا، من اضيف مثلا هنا اختار مثلا الناس دي جاية من افريقيا بس، الغي دول، الناس دي كلها من افريقيا بس، هتلاقي نفس ايه نصهم، تختار مثلا الناس دي كلها من اوروبا بس، يجيلك ناس بيت كده، تختار مثلا الناس دي من عرب بس، هتلاقي الناس ماشية بجلابية وهكذا. تاني حاجة خليهم مثلا من كل البلاد، كل العالم. تاني حاجة الأكتيفيتي، انت اختارهم مثلا ان هم ناس ماشيين في الشارع، فيبقى كل واحد ماسك أي حاجة بقى ماشي في الشارع عادي، ممكن تختارهم أوفيس، راجل مكتب وحاجة زي كده، ممكن تختار ترافل فيبقى كل واحد ماشي بشنطة سفر، ممكن تختارهم بيتش يبقى كل واحد ماشي بمايو. خليهم مثلا شارع. الدنست دي الكثافة، تزود كثافة الناس اللي ماشية. بعدين الويتس دي المسافة بين، الشخصية، يعني مثلا لو 2 3 ماشيين جنب بعض تلاقي مسافة بينهم 3 متر، 4 متر، تلاقي مسافة بينهم 5 متر وهكذا. فلو زودنا مسافة شوية هتلاقي، بص واحد، بص المسافة دي مثلا بين الراجل ده والراجل ده 7 متر وهكذا. العرض اللي هما ممكن يمشوا فيه آخره مثلا 8 متر، وزودنا الدنست في الكثافة بتاع الناس زادت اهي، الناس كتير ماشية. ريفيرس دي تمشي الناس في اتجاه العكس وهكذا. دوس ووك تختار اون يبقى الناس بتمشي، اوف يبقى الناس واقفة. تمام، ده أول باص اللي هو باص، تعمل باص للبني آدمين الأشخاص. تمام، عايزين نجرب نعمل باص لفيكر برضه، هنيجي على هنا بتاع الباص، نختار فيكر باص ونمسك القلم ونعمل فيكر باص، نضغط كليك يمين. أول حاجة هنا عندي الخط بتاعي، خط واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة، احنا مختارين خط واحد يعني الناس كلها ماشية في خط واحد، ممكن مثلا نختار اتنين تلاتة، 3 خطوط ماشيين جنب بعض اهو. التو لاينز دي اللي هو عامل له مثلا الناس ماشية في اتجاهين ولا في اتجاه واحد، لو اخترت دي اون يبقى الناس ماشية في اتجاهين، ناس ماشية كده وناس ماشية كده. بعدين اللان اوف سيت يعني المسافة بين الاتنين، بين الناس اللي ماشية يمين والناس اللي ماشية شمال، او بين الناس عموما وبعضها يعني، يعني المسافة اللي ممكن احط فيها عربيات تمشي، مثلا المسافة دي 2 متر ممكن تزودها شوية. الدنست كثافة العربيات اللي ماشية كتير ولا قليل، خلي مثلا 43%. السبيد بقى السرعة، ممكن ازود سرعة العربيات اللي ماشية دي، كأنه مثلا ماشي على شارع عمومي وهكذا. هنا بقى الترافيك رول مهمة جدا دي، لو عايز تخلي السواق قاعد على اليمين ولا قاعد على الشمال، فتيجي هنا تقول له مثلا رايت هاند يعني السواق قاعد على اليمين، تختار مثلا ليفت هاند فكده السواق قاعد على الشمال. وهنا الريفرس اوف يعني الاتجاه العكس، اللي ماشيين كده يمشوا كده واللي ماشيين كده يمشوا العكس. تمام، عايزين نجرب باص تالت نوع باص، هنيجي برضو هنا ونجرب البسكل او بسايكل باص. نجرب مثلا نركن هنا كده نفس الكلام، نعمل بسايكل باص اهو، دي الكثافة بتاعتنا برضك، نفس اللي قلناه من شوية اللي هو انك السرعة والكثافة والكلام ده كله. الناس دي كلها راكبة عجلة اهي، تدوس على اي كرة من دول اي نقطة بحيث تخش على السايكل باص. هنا الدنس تزود الكثافة بتاع الناس ولا تقللها زي ما انت عايز، السرعة مثلا زود السرعة شوية الناس تبقى اسرع من كده شوية،
وهنا المسمى ماشي في اتجاه العكس ولا في اتجاه واحد، وعايز كام خط، خط ولا خطين، والناس ماشية في اتجاهين، وهكذا. ده بالنسبة للعجل. آخر نوع مسار، مسار مهم جدا، اسمه المسار الحر. إن أنا مثلا أختار دي وأعمل كاستم باص، وأجي أقول له أعمل لي مسار، المسار ده بيمشي عليه مقسم اللي أنت بتختاره لوحده بس. يعني هو مثلا مختار بوكس فبيمشي البوكس عليه، أنا مش عايز بوكس فأقوم جاي على التلات نقط دي ومختار كده جو تو لايبراري وارجع هنا مثلا. هو ده ممكن واحد يشوف من وجهة نظره ان ده مش حلو لما يجي يمشي عليه بني ادم، لان البني ادم بتمشي عليه هيمشي على المسار ده كانه بلوك، مش كانه فيزيكال، مش كانه جسم، يعني مش هتحرك، مش هتحرك حركة البني ادم طبيعي، ده هتحرك كبلوك زي البوكس اللي ماشي. فده ممكن ينفع عليه لو فيكل مثلا. مثلا اختار فيكر مثلا نكون العربية دي احطها مكان البوكس، شدها مكان البوكس كده هيمشيها هنا. الكاوتشات ما بتتحركش، اه ما بتتحركش، معناها الكاوتشات بتتحرك. لو انت مثلا جبتها من كادر، من كادر مختلف، فمش هيبان، مش هيبان الكاوتشات بتتحرك ولا بتتحركش. انما لو انت بقى عايز شغل سليم 100% يبقى بلاش عربية، ممكن تحط ايه وليكن مثلا طيار، طيارة زي كده كنا لسه طالع من المطار لسه هتطير. طبعا دي مش سرعة الطيارة، فانت ممكن تزود السبيد شوية وهكذا. وهنا الفولو بيتبع المسار ولا بتتبعش المسار، اختار احسن حاجة تختار بتتبع المسار. هنا طبعا روتيشن، روتيشن الدوران تقوله مثلا خليها دايرة كده وبتدور وهي ماشية تبقى بتدرب الاتجاه ده، بس انت احسن حاجة تقول له اتبع المسار. خلاص سيبك من الروتيشن، خليه يتبع المسار، ده احسن حل. ودي لو اشخاص بس، ده مسار حر. لو جربنا مثلا مسار حر ده لشخص ممكن يحصل ايه، نجرب لشخص اهو. طبعا الحركة هنا مش واقعية، لأن المسار الحر ده بيحرك مجسم كبلوك مش كإنسان ولا كحركة عربية. ممكن ينفع حركة عربية بس الكاوتشات مش هتتحرك، فأحسن حل ليه إن تخليه لحركة مركب أو لحركة طيارة بس، أو بلوك لو مثلا هتعمل قطر، هتعمل أي حاجة، تمشي تمشي في طريق ماشي مفيش مشاكل. انما ما ينفعش انسان ولا عجل والكلام ده. لو جربنا مثلا نحط قارب او مركب، بيمشي تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا خلصنا الباص اللي كل الـ كل الباص ده خلصناه، كل الانواع. بقى هنخش دلوقتي على ورقة الشجر دي، اول واحدة دي بتعمل، دي بتعمل طقس، تظبط الطقس وتظبط اليوم. اللي فوق بتظبط اليوم، الشمس، مطرة، مش عارف ايه. واللي تحت الفصل، فصل الربيع ولا الخريف ولا كده. طبعا دي جبناها من سيتنج، ممكن تدوس على السيتنج اللي في الجنب، تخش تعدل على الصن، تعدل على اي حاجة بقى، بتزود الشمس وتزود الضوء وهكذا، وتزود وتغير شكل الظل.
نرجع لنيتشر، نختار تاني ورقة الشجر، نخش بقى على العلامة دي. دي بتستخدم في التو موشن، ميزة جميلة جدا انك بتعمل فرشة تحط فيها الشجر اللي انت عايزه كله، وتمشي بالفرشة يزرع لك كل الشجر ده. طبعا في الطريقة العادية اللي هو انك تحط الشجرة العادية تحطها تنزلها زي كده، دي الطريقة العادية اي حد يعرف يعملها، وتكبر السكيل. انها ميزة التوموشن بقى عن كل البرامج في الحتة اللي جاية دي. دو انك تحدد كل الحاجات اللي انت عايز تزرعها، لو بتدلت الحاجات اللي موجودة دي، لو انت مش عايزها هتحددها وتدوس كليك يمين وتقول له ديليت. بعدين تحط مكان دروب هير، تحط الشجر اللي انت عايزه. هنا طبعا في الصورة دي بحطت لك جنب الشجرة ارتفاع البني آدم، بيقول لك الشجرة دي بالنسبة للبني آدم قد ايه. يعني مثلا الشجرة دي مرتفعة جدا، يعني مثلا 20 دور ولا حاجة، كنا عمارة 20 دور، بص البني آدم نقطة جنبها، أما الشجرة دي مثلا قد بني آدم مرتين، فده بيعرفك ارتفاع الشجرة الطبيعي النورمال بتاعها. احنا ممكن مثلا نروح نحط ورد بدل الشجر او حشائش. تحط مثلا خشب، اهم حاجة الحاجة اللي انت محددها هي دي الحاجة اللي بتتحط. يعني انت محدد الخشب بس، فلما تعمل كده تحط الخشب بس، تعمل فرشة خشب بس، انما لازم تحط كل حاجة، يبقى تدوس كنترول وتحدد حاجة واحدة واحدة فيهم وانت دايس على كنترول. تجرب كده بالفرشة هيبدأ يزرع لك الحاجات كلها، تقلل الدنس شوية عشان حاجات تبان الكثافة. زي ما حضراتكم شايفين الحاجات مزروعة هناك اهي، كل حاجة موجودة، بس الورد الأحمر ده صغير جدا فعايز يتقرب من الأرض عشان يبان. طبعا العلامة اللي جنب الفرشة دي الأستيك دي بتمسح، بتشيل الزرع اللي انت زرعه، لو دوست عليها برضو وتعكس الاتجاه اللي انت كنت ماشي فيه تشيل لك الزرع. دوس على الفرشة تحط الزرع وهكذا. لو جرب مثلا نحط حاجة مكان بدل الزرع، نجرب مثلا شجر، قصدي نجرب مثلا كراسي حاجة زي كده، لو كنا نجرب حاجة زي كده نشوف برنامج ممكن يقول ايه. البرنامج بيرفض لأن هي دي معمولة للشجر بس، الشجر والورد والزرع والخشب والصخور والطوب وهكذا. لو مثلا حددنا الحاجتين دول بس، الورد الأحمر بس، مسكنا الفرشة كده بدل ما نحطه نقلل الديمتر شوية، طبعا هيتحط زي الفل اهو، بس برضو الورد الأحمر صغير فلازم تقرب شوية تزوق. لو حطينا ورد أحمر بس اهو كده هو بيتحط، بس انت لازم تزوم عشان يبان عشان هو صغير.
عشان احنا مرتفعين جدا على الارض زي ما حضرتك شايفين اهو، كل حاجه على الارض باينه اهي، الارض الاحمر اهو. بس كده تمام، كده اتعلمنا ازاي نحط الشجر بطريقة وموشن، طريقة مختلفة عن كل البرامج اللي قبل كده، طريقة ممتازة وجميلة جدا ومفيدة. تاني حاجة في ورقة الشجر دي، آخر حاجة اللي هي القشرة، تعمل محيط بقى، هتعمل enable on كأنت عملت محيط. انت عايز تتحكم في ارتفاع المية، تقوم من هايد دي تعليها فوق، تزود الارتفاع، تنزلها تحت، تقلل الارتفاع، وهكذا. احنا كده مثلا تحت المية عشان علينا الارتفاع لفوق، تطلع لفوق تلاقي المية. ممكن نقلل الارتفاع شوية او نزوده براحتنا، ممكن نعمل ديليت لللاندسكيب اللي تحت، لاندسكيب اسمها فلات، او نخفيها بس ممكن ما ندلتهاش، نعملها اخفى. في بلينا تبع المشروع ممكن برضه نشيلها، تبع ملف رجلنا اوبجكت، ممكن نعملها هايت بس كده. كده عندنا محيط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ممكن نعلي الارتفاع، ممكن مثلا نجرب نعمل باص نمشي عليه مركب. طبعا الباص اتعمل على فوق وش المحيط، فوق سطح المحيط، فده كده لو حطيت المركب، المركب المفروض يمشي فوق سطح المحيط، يبقى الدنيا مظبوطة. هنجرب اهو، ممكن نزود السبيد شوية، كده ما احنا اتعلمنا ازاي نعمل بلوك، ننزل بلوك جاهز، ازاي نعمل محيط، وازاي نعمل باص. لو حبينا نرجع كل حاجة زي ما كانت، عملنا الاوشن اوف ورجعنا الارض زي ما كانت، وانا انهايد اخر حاجه ما عرفناش في المحيط اللي هي اسبكت دي، بتختار لون المحيط، لون المايه تبقى عامله ايه، ده لون مايه خضراء، دي مايه زرقاء شويه، دي مش مايه بحر يعني، ده لون السماء مثلا ابيض، او دي ارض تلج، ودي مايه وحل، ودي مايه تنفع تلعب، انما ده احسن مايه تنفع للمحيط. ممكن نزود الارتفاع، نعلي الارتفاع، نقلله براحتك. طبعا زي ما حضراتكم عارفين بنلف الكاميرا دي بنضغط كليك يمين ونحاول بالماوس يمين وشمال، لو حبينا مثلا ننزل كور
ونكبرها بدل ما نعمل زوم ان، نكبرها احسن عشان نتعلم ان جديد في الكار. يعني لما عملناها في حاجة جديدة عايزين نقولها. دلوقتي انا مسكت الكار دي، اداني اعدادات تحت اهي، ممكن اخفيها، ممكن اخفيها من جنب وارجعها عادي مفيش مشاكل. من لها هايد وان هايد، ممكن اعمل لها ديليت بالضغط على الكيبورد زرار ديليت او كليك يمين ديليت. تمام. في حاجة كمان كنا عايزين نقولها في الكار، نكبر السكيل بس. هنا دلوقتي طول ما انا لو دوست على الكار هيجيب لي الاعداد تحت الكولر، اختار اللون اللي انا عايزه يغير لون العربية. طبعا الخاصية دي مش موجودة في اي برنامج تاني غير التوموجة. كذلك مثلا لو نزلت بني ادم، بدل ما اعمل زوم ان بقى لحد تحت كده ممكن اكبر احسن، بحيث يعني اوري حضراتكم بس. انما لما اعمل مشروع طبعا هراعي النسبة والتناسب. هنا الكاركتر ده بيجيب لك اعداداته تحت في كلوز كولر، لون الملابس تختار اللون اللي انت عايزه. تاني حاجة البوزيشن، يعني مثلا تخلي قاعد واقف بيتكلم راقد وهكذا. هنا بيتكلم مثلا، هنا كده قاعد، هنا كاركتر نايم أو راقد، وهنا بيرقص، وهنا ده بيعوم. لو جينا مثلا انيميشن، فممكن تخليه مثلا سبيك بيتكلم. لو اخترت مثلا بوزيشن حاجة تانية الانيميشن هتتغير، الحاجة في الانيميشن هتتغير. احنا عشان مختارين سبيك ففي الانيميشن سبيك. لو حبينا مثلا نشوف ازاي ننزل خامة، لو حبينا نحط خامة على العربية ما ينفعش. اي مجسم جاهز في التو موشن ما ينفعش تغير لونه الا من اعداداته بس، ما ينفعش تحط عليه خامة. اما الخامة دي نحطها على ايه؟ خامة نحطها على المجسم او البلوك اللي احنا بنجيبه اف بي اكس او بنجيبه من برنامج تاني زي كده. مثلا حطينا خامة ازاز بيجيب لك اعدادات، تزود الاوبستي، تقلل الاوبستي، تكبر السكيل، تقلل السكيل، تغير اللون زي ما انت عايز. ممكن مثلا مش لازم خامة ازاز، ممكن نحط مثلا خامة جلد، خامة معدن، حسب المشروع بتاعك وحسب الحاجة اللي انت عايز تحط عليها خامة. وليكن مثلا معدن زي كده. ممكن مثلا حجر، خامة حجر، تكبر السكيل، تقلل السكيل. هنا كل ما تقلل السكيل هيبان معاك طوب، انما لو كبرت السكيل مش هيبان معاك حاجة. ممكن مثلا نحط خامة جلد وهكذا. هنا في ريفليكشن، الانعكاس والضوء اللي ضارب في الحاجة اللي انت حطيت عليها خامة. بس كده خلصنا الخامات. مثلا لو عايزين نعمل ريندر دلوقتي او اوت بوت اللي احنا للمشروع اللي احنا عملناه او الفيديو اللي احنا عملناه، مثلا عايزين نعمل صورة
نعمل رندر صورة، هننزل هنا ونضغط على image ونضغط create image. كده خد الصورة دي. ممكن مثلا نحاول ادوس كليك يمين وحاول يمين كده شوية او شمال ودوس create image، خد صورة كمان. دي كلها صور. نروح مثلا الناحية التانية وادوس create image، 3 صور كده مثلا. ده انا عايز اغير الصورة الاولانية دي، اجي عليها كده وادوس على الدايرة اللي فوق دي، بيحط الصورة الجديدة مكانها. انا اقف مثلا في الحتة دي كده وادوس على الدايرة دي وابقى انا محدد الصورة، واجي هنا كده مثلا او في اي اتجاه مثلا، خلي مثلا في السما مثلا، واقوم دايس على دي كده الدايرة، ياخد الصورة السما دي، هي الصورة اللي فوق، هي الصورة الاولانية، بيغير الصورة يعني. تمام. لو عايز اعمل بقى رندر، بقوم نزل على اخر واحدة تحت البنفسجي دي وبقول له image، بيقول لي انت عندك 3 صور، عايز انهي صورة منهم تعمل لها رندر؟ اقول له مثلا خليك في تاني صورة، تاني صورة علمت صح على تاني صورة، اللي هي انهي صورة؟ اللي هي التانية، اللي هي دي اللي في النص دي، دي اللي هترندر. برجع تاني اهو كده علمته ان هي التانية بس، وباجي اقول له start export، بيقول لي اختار المكان اللي هتروح فيه، فبقول له في الديسك توب. تنتظر بس ثواني وبيقول لك الملف طلع، الصورة طلعت. نروح مثلا نبص على الصورة، هي دي الصورة. تمام. لو حبينا مثلا نعمل رندر فيديو، بنيجي هنا على الحمرة دي ونضغط، ممكن تسجل بانوراما مثلا وتقول له كريب بان، وتحاول مثلا يمين تاخد صورة كمان، تحاول يمين تاني تقول له كريب بان، وهكذا. وتيجي على بتاع بنفسجي اللي تحت وتقول له البانو، بيقول لك عايز انا صورة فيهم، اختار مثلا تاني واحد او خلي مثلا اختار تالت واحد، ستارت اكسبورت، واختار المكان برضو وقول له سيلكت فولدر. طبعا ممكن تختار صورتين او ثلاثة في المرة الواحدة وتقول له ستارت اكسبورت، كده هخرج لك 3 صور، 3 صور هخرجهم لك مع بعض، بس كل صورة لوحدها. البانوراما بتاخد حوالي مثلا 2:30 ولا حاجة، فممكن نوقف الفيديو. كده المفروض البانوراما طلعت. البانوراما اهي، هي دي الصورة البانوراما. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، البانوراما ليها طريقة معينة بتحطها على الفيسبوك عشان تعمل البانوراما. في فيديو في القناة بيوضح الطريقة دي. وليكن مثلا عايزين نسجل فيديو، فنيجي هنا على الحمرة دي ونختار فيديو ونقول له كرييت، وندوس كرييت كليب، نحاول مثلا كده شوية الناحية دي، تضغط زائد، تحرك الكاميرا تاني تضغط زائد، وهكذا. خلصت كده. عايز تشغل مثلا تشوف الفيديو اللي انت سجلته عامل ازاي، عامل كده. وليكن مثلا بطيء عايز تسرعه شوية، فانت ممكن تزود تقلل الوقت اللي تحت. هو بيقول لك الفيديو 10 ثواني، قول له مثلا خلي 5 ثواني. شغل كده، سرعة الكاميرا زادت، وهكذا. تتحكم في الزمن من تحت، وبتختار الصور اللي انت عايزها. ولو عايز تعدل على صورة مثلا، تيجي هنا وتغير مثلا الصور المكان اللي انت فيه، وتضغط على الدايرة اللي قلنا عليها من شوية، تغير الصورة الأولانية. وليكن مثلا كده، وتشغل تشوف الفيديو عامل كده. عايزين مثلا نخرج الفيديو ده، فنيجي على البنفسجي اللي تحت ونضغط على فيديو
فبيقول لي انت عندك فيديو واحد، كليب واحد بس هو ده فعلا، اضغط عليه صح واقول له ستارت اكسبورت، وبرضه اختار المكان، اختار مثلا ديسكتوب واقول له سيلكت فولدر، هنا كده المفروض هيسجل، هيطلع الصورة وهيطلع البانوراما وهيطلع الفيديو. فانا ممكن اكنسل واقول له طلع الفيديو بس، اروح عند البانوراما والغي العلامة اللي كنا عاملينها من شوية، واروح عند الصورة والغي العلامة اللي كنا عاملينها من شوية، افضل بس عند الفيديو بس، العلامة موجودة اهي، واقول له ستارت اكسبورت، اختار ديسكتوب سيلكت فولدر، كده هيعمل اكسبورت للفيديو بس. هياخد حوالي 3 دقايق، 2 دقيقة وهكذا يعني. ممكن مثلا نوقف الفيديو، كده الفيديو خلص، نشوف الفيديو. مش ده هو ده زي ما حضراتكم شايفين؟ طبعا برنامج التوموشن برنامج رائع. وبكده نكون خلصنا الكورس بتاع تعليم التوموشن. طبعا اذا عجبك الكورس فدعمنا باللايك وكومنت، لان ده اول فيديو ليا في القناة زي ما حضراتكم عارفين، وان شاء الله استمر معاكم في فيديوهات قادمة باذن الله. وطبعا دي القناة البشمهندس ناصح امين. ممكن مثلا لو حد عايز يشوف فيديو البانوراما يجي هنا في البحث اللي في الجنب ده ويكتب بانوراما، ويضغط انتر، هتلاقي فيديو 8 دقايق ونص اللي هو طريقة عمل البانوراما صورة وفيديو بأسهل الطرق وأسرع. طبعا هنا في قوائم التشغيل، هتلاقي هنا برامج اخراج التوموشن برضه هتفيدك. ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.